لا لا غنمشي معانا ونزيد شي واحد انتوا غادي تتبعوني للمورد انا غنتبعك في الطوموبيل اه غنجيب لك الميكا وزيدي جيبي لي قلت لي انا راضي عليك واخا مي فاطمه واه نمشي نجيبها لك قولي لي تسنى الشيف هذا اللي غيتسنى خويا اه جيب لي الميكا حيت فرضت المهم نمشي شي كليمه واجيزه شنو المشكل قبل ما تتحرك لونديرون شنو المشكل امي المشكل اللي عندك عافاك صافي راه ديجا هما صوروا ديجا صوروا والله صافي صوروا جميل غشي انا جريده بوحدي صافي خويا بركه من لي فوتو الله يرحم الوالدين مالكم احنا في رجلك بينا هذه ام جراو على وليداتها وكيقولوا الناس هما دابا كنسمعوا الناس يقولوا بان البنت ديالها اللي جات على وقالت لها سيري الزباله دخلوا الناس جات لومبيلونس ديال جامعه بني خلف ورجال الدارات اللي داو هذه الام هذه باش تمشي للمستشفى ومن ثم يشوفوا لها مكان فيها غادي تبات ان شاء الله. السلام عليكم احنا ساكنه السلام عليكم احنا الساكنه ديال ديار اليسره المحمديه تفاجئنا في هذه العشيه تفاجئنا بواحد السيده كانت هنا هي وكان تسمح فيها تخلى عن عليها الابن ديالها وبقات هنا بقات بوحدها والحمد لله الساكنه دخلات بواحد الاجراءات حضروا الصحافه تا هما والطرق الملكي في واحد الوقت وجيز جاو تا هما السلطه المحليه كانت واقفه والحمد لله حاليا الاجراءات والمسطره بقات غاده مزيان حاليا راه جات سياره الاسعاف زاتها وغتمشي للبريغاد ديال الطرق الملكي وان شاء الله من تماك غادي يكون واحد الحل ديالها ان شاء الله باش تكون يمكن السيده شكون اللي جابها لهنايا هاد السيده جات هي اصلا جات من ليساسفا جات من ليساسفا ومن جات من ليساسفا جابها لا ماشي من الساكنه ديال هنا جات من ليساسفا جات هنا جابوها من جيرانها اللي عند ولدها ولدها ما بغاش يستقبلها قال علاش جيتي علاش كان بغي واحد كان بغي يخرج مع داك السيد من سيره الاجره كان غادي يخرج يضربوا وياه مهم السيد خاف ويجيب هذيك السيده قالت لي عندك كيفاش الحاله الصحيه ديال السيد؟ الحاله الصحيه مدهوره جدا وعندها واحد الهرس في الرجل ديالو ما كتقدرش تمشى وهي اصلا من السيده كتعاني من معاناه في رجليها ضرها بزاف. شحال السن ديالها تقريبا؟ السن ديالها نقدر نقول لك اخويا حاليا عندها شي 76 78 عام. وسمحوا فيها الوليدات ديالها. الابن ديالها جار ديالكم كتعرفوه؟ لا الابن ديالها ساكن قريب لينا هنا ولكن تخلى عليها وحنا الساكنه كامله ديال الاسره كامله ناضت وانا كفاعل جمعوي جمعيه مساعد الخير دخلنا والاجراءات الحمد لله راه دازت مزيان. شنو تبغى تقول للاهل ديالها اللي لحوها بالطريقه هذه؟ اخويا انا كنشوف غير الوليد ريان وتعاطفوا معاه العالم كامل.
وما بالك واحد السيده الام انسان يتخلى عليها راه في هذه الوقيته راه ما شاء الله امشي راه كاع الساكنه ناضت وكاع الناس وكاع الصحافه كل شيء بقى فيهم الحال حيت راه مشاو لينا واحد نقطه الضعف ديال اي مغربي وهي الام وكنتمنى تكون الاجراءات دازت مزيانه وعلى خير شكرا الله شكرا.